بعد مشاورة ومفاوضات دامت لأكثر من شهر، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف لحبيب الجملي عن تركيبة حكومته، حكومة تفاءل بعض التونسيين بتركيبتها على أمل النجاح بجملة من التحديات التي تنتظرها بعد فشل حكومات ما بعد الثورة وفق تعبيرهم. حكومة الجملي الساعة نشوف الحكومات المتعاقبة اللي فشلت في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ونتوقع خاصة أنه ما يسوق لبعض الأسماء معناها من كفاءات، إن شاء الله تنجح الحكومة هذه. إن شاء الله أهم حاجة في كما قلت لك هي معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسيات الخارجية للبلاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفائلوا خير تجدوه. أنا ما كل العباد ديما متفائلة، فهمتني؟ معناها كما يقولوا فيها حاسته باش يخدم البلاد بصدق، معناها بقليب كما يقولوا فيها، فهمتني؟ نعتقد هو أنه إذا كان هو يتفاعل تفاعل صحيح مع القضايا المطروحة ممكن ينجح، فهمتني؟ ما ثماش نجاح 100%، ديما النجاح هو نسبي، فهمتني؟ ويكون الإنسان معناها يحط روحه في بلاصته هو، فهمتني؟ ثم صعوبات، ثم صعوبات اقتصادية، الدولة تعبة. بالنسبة للحكومة نتصور متفائلة، ونتصور إنه هما باش يعملوا حاجة باهية للبلاد إن شاء الله. أي خدمهم خدمة كبيرة باش يعملوها، مش باش فما جهد ويلزم يكونوا معناها فما تعاون. اهم حاجه ان الناس تكون متفاهمه، متفاهمين للوضع نتاعنا. ان شاء الله تكون قد المسؤوليه اكثر حاجه. امام تفاؤل البعض بحكومه لحبيب الجملي، عبر اخرون عن غضبهم من تركيبه هذه الحكومه، معتبرين انها تخضع للمحاصصه الحزبيه وغير قادره على النجاح امام التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. أنا ماني متفائلة بحتى حتى واحد، كل قدم كل يجي كل يجي وكل كل كبعضهم. وإحنا ماذا بينا تنجح، لكن المؤشرات تبدو صعيبة شوية في النجاح، لأنه ما ثماش أولا إرادة سياسية حقيقية وعميقة لملامسة القضايا الأساسية في البلاد. زيد المناكفات الحزبية، وهذا مع هذا وهذا مش مع هذا وهذا ضد هذا، يخلينا ماناش متفائلين. حكومة محاصة حزبية، هذاك اللي قاعد يصير تو في تونس. هي تنشن حكومة قبل وما نشهد حتى حكومة، وماهيش باش تنجح حتى حكومة في البلاد هذه. نشوفوا أن تونس ظروفها صعبة جدا، والحكومات السابقة غرقوها في عدة مشاكل مديونية، عجز في ميزان التجاري، صعوبات جمع، وظاهر المقاربات متحم ما فيهاش حلول واضحة لمشاكل التوانسة. حتى واحد من الشعب التونسي كامله لا متفائل. راهو صعيبه، كي نقول لك صعيبه، يعني يلزمنا رئيس الحكومه اللي هو ينجم يوقف البلاد. صعيب برشا هذا المشكل، مش مشكل تحديات، مشكل فلوس. البلاد فارغه، الكاسه فارغه. حبيب الجملي ولا غير حبيب الجملي ما عنده ما يعمل، ما دام ما عندوش ميزانيه وما عندوش فلوس ما نجم يعمل حتى شيء. ما تنجم تعمل شيء، شو عرفتش علاش ما تنجم تعمل شيء؟ جيب انت اكبر عالم في الاقتصاد واعطيه ميزانيه فارغه تعبه كيما هكا، وقول له ترى انهض لي بها. باش ينهض بالكلام؟ القروض مبلعين لهنا للكرومه، ما عادش فينا، ما عادش يسلفونا يذل. ويرى مراقبون ان حكومه لحبيب الجملي ستكون امام تحديات صعبه وملفات حارقه وعهده مزدحمه بالتحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه، وخاصه تلبيه انتظارات التونسيين في تنميه عادله.